ودابا مع خوتنا الفلاح نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على كيفية استخلاص زيت الزيتون، خاصة طرق وتقنيات الجني ديال الزيتون. واش تبغي تهلا فراسك وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانية ديالك؟ مع لاكارت كواد خذ القرض الفلاحي للمغرب، شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني. لاكارت كواد خذ القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليومية وكتمكنك من الاستفادة من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك، الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربية، الخلاص بدون تماس وزيد وزيد. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. سيادنا، راه في مجال جني الزيتون كتستخدم مجموعة من الطرق على حسب الاستخدامات اللي بغينا وكذلك النضج ديال الزيتون، وأثناء هذه العملية واجب الحفاظ على الثمار من أنها تضرب أثناء القطف أو الجني بالهدف الحصول على زيت بجودة عالية. ومن الطرق المستخدمة في الجني ديال الزيتون باش يكون عندنا زيت مزيان كاين طريقة ديال القطف باليد، وهي من أفضل الطرق المتبعة باش نجنيو بها الثمار، وكتحتاج هذه العملية الوقت وجهد كبير، وكتستعمل هذه الطريقة في قماش ديال التوب ولا كيس بلاستيكي كيتفرش في الأرض تحت شجرة باش تسقط فيه الثمار ديالنا، وأثناء السقوط ديال هاد التمار في الأرض كيسقط معاه مجموعة من الأوراق اللي كيتنصح بالعزل ديالها بواسطة الريح أو الغربال الخاص بالزيتون باش ما يتأثرش معاها. وكاين طريقة أخرى للقطف ديال الزيتون واللي هي المشط اليدوي، أي أننا نقطفو الثمار بواسطة الآلة ديال القطف، وكتتم هاد العملية عبر العمل بالهزازات اللي كتقوم بهز الفروع الرئيسية للشجرة باش يطيح التمار ديال الزيتون، وكتمتاز هاد الآلة بسرعة القطف. لكن في حالة استعمال آلة الهزاز ديال التمار راه كتضرر وكيتنصح عصرها بسرعة باش ما تفسدش في المكان المخزون فيه، كما أن هذه الطريقة ديال الجني كتأدي لكسر الفروع ديال الشجرة ديال الزيتون ديالنا. وكنلقاو كذلك الطريقة ديال الجني الكيميائي، وكتم فيه استعمال مواد كيميائية عبر رش ديالها على الشجرة ديال الزيتون، وهنا كيتنصح في هذه المرحلة رش الشجرة بشكل جيد باش المواد توصل للثمار ديال الشجرة كلها. وبعد عملية الرش من الواجب الانتظار ما يقارب 6 ديال الأيام حتى تطيح جميع الحبات ديال الزيتون. وعند استعمال هذه المواد الكيميائية في عملية الجني كيتنصح أننا نعرفه من قبل حالة الطقس، لأن اللي كانت الريح قوية ولا كانت الشتا كطيح فهذا كيأثر سلبا على المنتوج ديالنا. بالإضافة لهذا الطرق كاين طريقة ديال الجني بالعصا، بحيث كيتم ضرب الفروع ديال الشجرة باش تسقط الحبات ديال الزيتون. هذه الطريقة قل استعمالها من طرف الفلاحين لأنها عندها أضرار كبيرة وما كتعطيناش عملية العصر الصحيحة، لأنها كيتم تكسير الفروع وإصابة الحبات ديال الزيتون. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، الله يعاونكم. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.